في هذه النشرة، الحريري بعد لقائه جنبلاط مين قال زعلانين؟ بري يرجئ انتخاب الرئيس إلى آخر الشهر وسلته تتقدم الرئاسة. والاشتراكي يرى أن مفهوم السلة قد تغير. إذا اعتبرنا أن مسألة الرئاسة هي قرار إقليمي لقرأنا أن حسم هذه المسألة بعيد جدا. القاضي الشرعي في جيش الفتح يوجه سلامه إلى إعلامي لبناني ظريف. يا أخ لبناني المقاطع جميل جدا، إذا تعرفه فأبلغه سلامي، لكن أنا ما نسيت اسمه الآن. صباح الخير. الرفاق حائرون يتشاورون، لكن كل الدوائر المعنية بالقرار الرئاسي لم تلتمس الهلال الرئاسي بعد، فالمتشاورون أجمعوا على أننا نمر بمنخفض جوي رئاسي يستدعي لقاءات تسبق القرار وتقتضي كذلك التراجع عن خيار الشارع في 13 تشرين. وبموجب هذا المنخفض التشاوري أرجئت الجلسة الرئاسية إلى 31 من الشهر المقبل، ما يعني أن لدى السعاد شهرا للحوارات الجانبية. لكن بمن اصطدمت الجلسة 46؟ ولماذا لم ينتخب الرئيس إذا كانت النيات صادقة؟ في ترسيم المسؤوليات نخرج بثلاثة أطراف سياسية يمكن تسميتهم المعطلين الكبار، وهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، إذ يتمسك الحزب بترشيح العماد بشلعون الذي رأى فيه غطاءه المسيحي ودرعه السياسية المقاومة، ولأجله أهمل ترشيح ابنه السياسي ونور العين سليمان فرنجي، وظل الحزب على خياره ولم يكن مستعدا لنقاش في أي طرح آخر. عقدت جلسات، تعطلت جلسات، تقدم ترشيح فرنجي، تداولت الأوساط السياسية أسماء وسطية، وبقي عونه جاي من حزب الله. معطل في المرتبة الثانية هو الزعيم نفسه الذي يأتي بحل لإنهاء التعطيل، ويدعى سعد الدين رفيق الحريري، الرئيس الذي أضاع جيبه وعاد مفلسا باحثا عن عمل بعدما تعطلت لغة الأرقام المالية في دوائره ومؤسساته. سعد بدأ مسيرته الرئاسية بترشيح سمير جعجع، ثم أقام عيد ميلاد الجنرال ودغدغ مشاعره الرئاسية بين بيت الوسط وباريس، ثم غير مزاجه وتوجه نحو تبني حليف عدوه آخذا بيد سليمان فرنجي إلى حلم الرئاسة، محققا أكبر عملية سلخ وانفصال بين تيارين سياسيين. انتظر سعد 10 أشهر قضى معظمها في الخارج، وعاد إلى إطفاء شمعة جديدة لميشيل عون مستطلعا أفق ترشيحه للرئاسة، فاصطدم بالمعطل الثالث الرئيس نبيه بري. أما الرأي السعودي فقد ترك له الخيار، لأن المملكة لن تتدخل في الشؤون اللبنانية المكلفة، فإذا وضعت ثقلها في الرئاسة اليوم تجد نفسها أمام تمويل العمليات الانتخابية غدا، وهذا ما لن يتكرر في عصر النفقات السعودية. ونحن إذن أمام معطل ثالث يقدم السلة على الرئيس، وأهم بنود هذه السلة غير المعلنة ضمان رئاسة المجلس النيابي للرئيس نبيه بري. وقبل هذا الشرط يردد بري عن ترشيح عون أبيوصل شعب عبده. قبل أتمام الصفقة الكاملة ليس هناك من رئيس، وفي الوقت الضائع التيار قد يلغي الشارع، الحريري يواصل التحرك، بري يمضي في شروطه، وسليمان فرنجيه يقصف من بنشعي بزغرتيوي متمسكا بترشيحه لو أيده نائب واحد، ومتوقعا للحريري مستقبلا قاتما يشبه مستقبل أميل جميل عندما رشح عون عام 88، حيث كانت النتيجة نفيا وحربين وهروبا بثياب النوم إلى مبنى السفارة الفرنسية. في بيت الوسط عقد مساء لقاء بين رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري لبحث الملف الرئاسي، وحضر اللقاء الوزير وائل أبو فعور ومستشار الحريري غطاس خوري. وعقب اللقاء لم يدلي جنبلاط بتصريح، وردا على ما أشيع عن أن جنبلاط غادر غير مرتاح، نشر الحريري عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة سيلفي وأرفقها بعبارة
مين قال زعلانين؟ وكان الحريري قد زار نهارا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي، حيث جرى البحث في الاستحقاق الرئاسي والاحتمالات الممكنة للخروج من الأزمة القائمة. وحضر لقاء نائب رئيس الحزب سليم الصايغ والنائب سامر سعادي، ورافق الحريري مستشاراه غطاس خوري وهاني حمود، ثم توجه المجتمعون إلى بكفية حيث تناولوا الغداء إلى مائدة الرئيس أمين الجميل، واستكملت المباحثات بحضور نائب إلي ماروني. وقال أصوات المجتمعين للجديد أن لا قرار نهائيا في الملف الرئاسي، ونحن في مرحلة مشاورات بينها طرح إمكانية ترشيح العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية. وأكدت أن موقف الكتائب من هذا الأمر هو مبدئي، حيث أبلغ رئيس الكتائب الرئيس سعد الحريري أن الحزب ينتخب السيادة والرئيس الذي يحمل مشروعا سياديا. كواليس عين التيني في تقرير للزميل باسل العريضي. الحراك السياسي المستجد على الساحة السياسية بعد عودة الرئيس سعد الحريري تلاقيه عين التين بالتريث والحذر. واقتصر موقف الرئيس نبيه بري عقب لقاء الأربعاء النيابي على أن الاتفاق على جملة التفاهمات هو المعبر إلى الحل المتكامل الذي يبدأ برئاسة الجمهورية. طبعا الاتصالات السياسية مستمرة على كل الصعود. وفي رصد لافت، فقد اقتصر موقف نواب حزب الله على موضوع الليطاني، ما فسر تباعدا في وجهات النظر بين الفريقين في الشأن الرئاسي، إذ إن الأزمة بين العماد ميشيل عون والرئيس بري أكبر وأعمق من مسألة الرئاسة. أما فيما يتعلق بالشرط السياسي هلا بحطوكم. إلا أن أجواء الرئاسة الثانية تشير إلى أن بري لا يزال مصرا على السلة المتكاملة لبلوغ الاستحقاق الرئاسي الذي يبدأ بقانون الانتخاب وشكل الحكومة وتفعيل العمل النيابي. وهنا تشير مصادر نيابية إلى أن الرئيس بري يتوقف أمام التعاطي السلبي من السلة المتكاملة ونسف الحوار، وهو يضع هذه السلبية في إطار ضرب خريطة الطريق التي وضعها لمعالجة أزمة الحكم. وبحسب المصادر فإن بري لا يخفي في مجلسه الخاصة تحفظه عن الطريقة التي تسير بها الأمور، وأن التشاور في الموضوع الرئاسي يكون بين الأفرقاء كافة لا بين فريقين. وفي هذا الإطار علمت الجديد أنه جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين بري والحريري، طلب فيه بري إلى الرئيس تيار المستقبل أن يقوم بجولته على كل الأفرقاء وأن يستطلع الأجواء قبل لقائه. ونقلت المصادر أن بري مستعد لتقريب موعد جلسة انتخاب الرئيس إذا اتفقت المكونات السياسية على رئيس للجمهورية. وسأل من قال إن الحريري يترك له حرية التصرف بالشأن الرئاسي، وأن بري في انتظار الموقف الإقليمي من هذا الاستحقاق. في وسط هذه الضبابية نقل عن الرئيس فؤاد السنيورة تساؤله: من يقول إن الرئيس الحريري يملك الأكثرية في الكتلة بما يتعلق بترشيح عون؟ وهذا الموقف يتقاطع والمعلومات عن أن النقاش داخل اجتماع كتلة المستقبل كان حدا، حيث إن هناك عددا كبيرا من النواب لا يزال يرى أن ترشيح عون انتحار سياسي للحريري وما يمثل. وعليه فإن بري ينتظر التفاهمات على كامل البنود الخلافية على قاعدة لماذا نذهب برئيس إلى المشكلة، لماذا لا نحل المشكلة أولا، ويسأل كيف سيكون شكل الحكومة المقبلة، إذ إنه انتهى فعليا فريقا الثامن والرابع عشر من أذار. وعليه القوات الحليف الرئيس لعون اليوم على أي جهة ستحسب، وهل يقبل عون بوزراء لفرنجية، وإذا قبل فعلى أي طرف سيحسبون. ويعتقد أن الوقت الذي يفصل عن الجلسة المقبلة في نهاية تشرين الأول مهلة كافية للحريري لاستكمال اتصالاته. أما التيار الوطني الحر فيبدو أنه الأكثر تفاؤلا، إذ قام باستدعاء نوابه الاحتياط من الخارج، منهم عصام صوايا نائب جزين، تحسبا لانعقاد جلسة انتخاب. وتقول المعلومات إن الوزير جبران باسيل كان قد التقى نادر الحريري في باريس وجرى التفاهم على جملة أمور من دون أن يلتقي الرئيس سعد الحريري. وهنا برز التساؤل لأحد الأقطاب المعنيين بالملف الرئاسي: هل يخوض سعد الحريري الانتخابات النيابية بعد ترشيح العماد عون؟ أم أنه في حال تبنى هذا الترشيح سيسير بالتمديد للمجلس الحالي؟ باسل العريضي، قناة الجديد. مسلسل إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية مستمر إلى حين الفراغ من مسلسل الاتصالات والتشاور.
على وقع تحول الموجة الحريرية من الأجواء المشعية واحتمال إرسائها في الرابي، عقدت الجلسة 45 لانتخاب رئيس للجمهورية، وجرى إرجاؤها إلى 31 من تشرين الأول المقبل، فحضر 51 نائبا، وكان للمردة بصمة في نعي حراك الحريري لما دونه من عقبات. أطمئن الجميع بأننا مستمرون بترشيح الأخ الوزير سليمان فرنجي لموقع الرئاسة الأولى لما له من صفات تجعله الأقرب إلى تحقيق التوافق الوطني المطلوب بإلحاح. مرحلة تشاورية جادة تحاول خرق الفراغ الرئاسي، فعلى الرغم من تمسك بري بالتفاهم من خلال السلة وموقف جنبلاط الداعي إلى البحث عن رئيس بصرف النظر عن الاسم، حراك الحريري لن يكتمل إلا بموافقة بري وجنبلاط. تسمية سلة أو عدم سلة ما بحب أتوقف عندها لما نصير عم نتشارع على الكلمة. أي شيء بيسهل انتخاب رئيس ما بعقده نحن معه، شرط كمان هالشي يكون منه مخالف للدستور، يعني ما منا نعمل سوابق إنه كل ما ننتخب رئيس نصير منا نبحث 100 قضية حد منهم. دون أدنى شك إنه التحرك اللي عم بصير، خليني أقول، من قبل الرئيس سعد الحريري عم يجرب يفتح قوة بهالجدار المقفل. هلأ طبعا يجب أن يستكمل كل شيء مع الرئيس بري، مع الأستاذ وليد جمرات، لأنه لا يمكن بانتخابات رئاسية تجاوزهم كمسؤولين وكفاعلين بهذا الموضوع. بعد الأمور منا ناضجة، والمشاورات مفروض تاخد وقتها لحتى تكتمل الصورة. يعني على الرغم من مساعي رئيس تيار المستقبل للتوافق على العماد عون، إلا أن المعارضة على الاسم تبرز من داخل التيار نفسه وحتى من خارجه. الموضوع بالسياسي بالإطار الإقليمي أنا ماني شايف فيه انتخاب رئيس. طبعا اليوم الرئيس سعد الحريري عم بيقوم بمشاورات واتصالات مع كافة القيادات السياسية للوصول إلى تفاهمات حول رئاسة الجمهورية، ولكن لغاية الآن موقف حزب الله هو موقف ملتبس، ولازلت أنا مقتنع أنه الحزب يربط مسألة الرئاسة بمسألة التسويات بالمنطقة، ولن يكون لدينا رئيس في لبنان ما قبل المسار السلمي والتسوية بسوريا. ما عندنا مقاربة شخصية ضد العماد عون ولا الوزير فرنجية، لكن قلنا نحن بالمقاربة السياسية بقدر ما بيقربوا منا نحن قريبين بنصير منهم، وبالتالي موقفنا واضح. لكن هني ما قربوا، مطروحين كمرشحين من 3 أشهر 4 أشهر، في أسئلة عن الموقف من الحرب في سوريا، عن سلاح حزب الله. أنا بدي أطلب أنه كل واحد بدي يترشح على رئيس الجمهورية يكون معه شهادة طبية تحاول تشهد أنه هذا الزلمة صحته كويسة كفاية أنه يقدر يخدمه على قليلة 10 ساعات 10-12 ساعة بالنهار. جلسة اليوم وضعت بحكم المؤجل لاستكمال المشاورات والاتصالات، والوصول إلى الجلسة المقبلة سيتخلله الكثير من التصعيد والمتغيرات السياسية. رواند أبو خزام، قناة الجديد. داخل تيار المستقبل من يتفهم الانفتاح على عون، وهناك من يرى أنه لا يمكن تسويقه لدى قواعد التيار التي ترى أن عون الخصم السياسي الأول. مع عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت كثر الحديث عن فتح قوة في جدار الأزمة الرئاسية، ليرتفع منسوب الأمل بعد زيارته بنشعي وسط أحاديث عن استبدال ترشيح سليمان فرنجية بميشيل عون. لذا انتظر اللبنانيون اجتماع كتلة المستقبل للوقوف على مدى جدية ما أشيع، لكن الأمور وقفت عند تردد لأصداء نقاشات دارت حول ترشيح الجنرال ميشيل عون. هاي طلع حقيقة باجتماع كتلة المستقبل ما انطرح انه والله نحن ما نتبنى ترشيح العماد عون، نكون واضحين معه. نقاش كان نقاش كتير، نقاش حضاري، نقاش ديمقراطي، ودولة الرئيس الحريري كان كتير يعني منفتح على الآراء والنقاشات. الرئيس الحريري عم يحاول يفتح ثغرة صغيرة بهالقصة هيدي على الصعيد الداخلي. ولعل الرادع أمام ترشيح عون ما حذر منه الجناح المعارض لهذه الخطوة داخل الكتلة، وهو تهاوي شعبية الرئيس الحريري. لما رشحنا الوزير الفرنجي كان في نواب ضد ترشيح
الوزير الإسلامي الفرنسي. هلا تبني ما صار لغايه هلا ما مش مثل ما بنحكى شو احنا نحن لواحد من جمعيه 8 اذار طبعا خسرنا شعبيه. اما الشارع البيروتي فيعارض هذه الخطوه متذرعا بالماضي. انا مش بايده قبل الاسلاميه الفرنجيه ايش عايده هلا يعني اكيد ضده لا مع فرنجي ولا مع عون. احنا مع الشيخ سعد بس ما بيعملها وما بيرشح الجنرال. نضل معه يعطيه العافيه الله يرحم ابوه. بده يخسر شعبيته كلياته بده يخسرها. بعد سنوات على تسلم الحريري إدارة تيار والده ما عاد الرصيد الشعبي الذي بناه الحريري الأب يحتمل استدارات الابن. حسان الرفاعي قناة الجديد. الاشتراكي يرى في تحرك الحريري نقلة نوعية وارتداداتها غير واضحة المعالم حتى الآن تحمل الربح المؤقت والخسارة المحتملة على المدى الطويل. حراك سياسي تشهده الساحة اللبنانية كلما غاب الرئيس سعد الحريري أو عاد، وجديد زعيم المستقبل هذه المرة هو احتمال قطع حبال الدعم عن مرشحه سليمان فرنجي ليمضي في ترشيح العماد ميشيل عون. إذا حصل هذا الأمر سيكون تحولا كبيرا في المعادلة السياسية في لبنان، يحصل أو لا يحصل هذا الأمر رهن بالمشاورات التي يجريها الرئيس الحريري. داخل تيار المستقبل ثمة من يرفض انتخاب العماد عون ويخشى ويقلق من إقدام الرئيس الحريري على مثل هذا الخيار، وبالتالي طبيعي أن يكون خارج تيار المستقبل من لديه الموقف ذاته. اليوم بين القوى السياسية المختلفة في خلاف، يعني تصوري كان في تحالف عميق بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل، انتهى فرط صار تحالف بين القوات وبين التيار الوطني الحر. يعني التطورات السياسية تنقل البلد من حدث إلى حدث خلال أسابيع أو خلال أشهر. الحزب الاشتراكي مضى في تشاوراته بدءا بزيارة الوزير وائل بوفعور المملكة العربية السعودية وصولا إلى التنسيق الدائم مع صديقه الرئيس نبيه بري. الزعيم الوطني وليد جنبلاط يدرك تماما كيف يستجمع ويستكمل عناصر القرار السياسي، وبالتالي التشاور ضروري من جهة على ضوء الموقف والمواقف الداخلية في البلد سيتخذ وليد بايك القرار المناسب. السلة التي يتمسك بها بري ما زالت أساسية إلا أن بنودها عدلت وخرج قانون الانتخاب عن الجدولة وباتت السلة تشمل انتخاب الرئيس والحكومة الأولى، إلا أن المصادر أكدت أن الحكومة الأولى التي سيترأسها الحريري سيكون أمامها التمهيد لانتخابات نيابية والعقدة ستتجدد مع الحكومة الثانية، فإذا لم ينجح الحريري في ترأسها فذلك يعني انتهاء التيار الأزرق، وإذا نجح فسيكون رئيسا مكلفا، وفي الحكومتين الأولى والثانية سيكون الحريري أمام فخ البيان الوزاري. إذا اعتبرنا أن مسألة الرئاسة هي قرار إقليمي أو مرتبطة بالكامل بالعناصر الإقليمية لقرأنا أن حسم هذه المسألة بعيد جدا. إذا أصحاب الامتدادات أي القوى السياسية الداخلية تفاهمت لن تكون ارتدادات من الخارج، ستكون مباركات من الخارج. ولكن نعى الرئيس بري لبنانة القرار بانتخاب الرئيس، هذا في قبل أن يبرز تطور احتمال تغيير موقف تيار المستقبل والذهاب في اتجاه انتخاب العماد ميشيل عون. سلسلة اتصالات سياسية جارية أبرزها اتصالات الرئيس الحريري، في ضوئها سيجري النقاش مع النائب وليد جنبلاط ليحدد خياره، ولكن في حال رفض عون أو القبول به سيكون موقف الاشتراكي مختوما بالتنسيق مع الرئيس نبيه بري. رواندا بوخزام قناة الجديد. أوضحت العلاقات الإعلامية في حزب الله أن لا علاقة للحزب بالأشخاص الذين أصيبوا أمس في انفجار لغم أرضي في محاذاة السياج الحدودي الشائك في محور المطلي، مشيرا إلى أن هؤلاء مواطنون كانوا يعملون في أرضهم. وقد أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان أنه في أثناء تجول مجموعة من المواطنين قرب السياج التقني على طريق عام سهل الخيام انفجر لغم أرضي أدى إلى إصابة أحدهم بجروح غير خطرة، نقل على أثرها إلى المستشفى للمعالجة. وقد قام الخبير العسكري بالكشف على مكان الانفجار وبوشر التحقيق في الحادث.
مقابلة خاصة بالجديد مع القاضي الشرعي العام في جيش الفتح الشيخ عبد الله المحيسني، تحدث فيها عن أسرى حزب الله في سوريا ومسار المعارك. وإعلامي لبناني ظريف يتابعه مسلحو المعارضة السورية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مصرف الشهور والليالي والأعوام. الشيخ عبد الله المحيسني إمام مسجد سابقاً في السعودية وأحد نجوم الجهاد السوري اليوم بعدما ذاع صيته في الأشهر الماضية. قدم الشيخ السعودي إلى سوريا عام 2013 لحل الخلاف الذي نشب بين تنظيم الدولة الإسلامية والفصائل المقاتلة. لم تفلح وساطة المحيسني في إصلاح ذات البين بين إخوة الجهاد، وفي مطلع عام 2014 تحول الرجل إلى رأس حربة في مواجهة تنظيم الدولة. من كان معه الله فلن يضيعه الله. نجا من أكثر من محاولة اغتيال وأصيب مرات عدة في المعارك الدائرة في الجنوب السوري. أعاد تأليف جيش الفتح وهو يتولى اليوم منصب القاضي الشرعي العام فيه، أقوى قوة مقاتلة في الميدان السوري. إن زوجة لك أيها الشهيد في الجنة، إذا بصقت في البحر بصاق أصبح البحر حلوى. ذاع صيت الرجل بسبب المقاطع المصورة التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار. إخوانكم الذين سبقوكم بالشهادة والإيمان هم منعمون عند حور حسان. كان الزميل رضوان مرتضى قد أجرى مقابلة مع المحيسني قبل بدء معارك حلب لسؤاله عن أسرى حزب الله. يومها كشف المحيسني أسماء ثلاثة أسرى. طبعا أردت أن أذكر لك جميع الأسرى، لكن الإخوة في لجنة المفاوضات قالوا أن أسماء الأسرى مجهورة لدى حزب إيران ولا نعطيهم هذه المعلومة إلا بمقابل. طبعا على سبيل المثال هو ذكر أن هنالك أسير واحد، نقول ليكن الأسير هو حسين الأم مكان تاريخ الولادة 1998 من الهرمل. هو ذكر أنه أسير واحد، إذا المفترض ألا يكون عندنا إلا حسين أو حسن. إذا ماذا يقول عن الأم الولادة لبنان ياطر 1981؟ إما عليه أن يعلن أن هذا ليس من حزب إيران، وإما أن يعترف أنه يكذب. وبعد معركة حلب السلام عليكم شيخ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أجرى مرتضى مقابلة ثانية مع المحيسني عبر سكايب للوقوف على مصير هؤلاء الأسرى. تحدثتم عن 10 أسرى. نعم، زعم حسن نصر الله أنه لا يوجد إلا أسير واحد، ذكرته في المقابلة ثلاث أسماء، بالرغم من وجود 10 أسماء لكن لا نستطيع الإفصاح بها لأجل ضرورة التفاوض. كما هو معلوم في فن المفاوضات أن مجرد إخراج صوت الأسير أو صورته أو اسمه هي معلومة يحتاجها الطرف الآخر، ولا تدفع إلا بمقابل من إطلاق سراح سجناء أو أسرى. شيخ، دعيت أمين عام حزب الله إلى مناظرة، ماذا تريد أن تقول له فيها؟ أريد أن أقول له بالصور والوقائع والحقائق أن عندكم الآن مقبرة جماعية لجنودكم في خلصة، وعندكم مقبرة جماعية لجنودكم في خان طومان، عندكم مقبرة جماعية لجنودكم في العيس، ثلاث مقابر جماعية، وأنتم تعرفون هذا جيدا، ونحن في تفاوض بيننا وبينكم على رفات جنودكم. هل هناك بيعة في رقبة الشيخ عبد الله المحيسني لأحد؟ طبعا ذكرنا هذا في أكثر من لقاء، نحن هنا في أرض الشام لم نبايع أي فصيل، سواء جبهة فتح الشام أو أحرار الشام أو جيش الفتح، هو عبارة عن غرفة يعني غرفة عملية نحن اخترنا للقضاة فيها. تردد أو كتب في الإعلام أن هناك بيعة منكم أو بيعة في رقبتكم للملك السعودي، هل هذا صحيح؟ شيخي بلى، ما نحب ندخل في هذا التفصيل، أعلم فقط في الشأن السوري. ماشي، يعني طيب. سؤال البيعة واحد من مجموعة أسئلة طلب المحيسني عدم التعليق عليها. اللهم كما أكرمتنا بدخول رمضان فمن علينا برؤية بشار مجندلا صريعا. المحيسني الذي ينشط في الخطب الدينية وساحات المعارك ومواقع التواصل الاجتماعي يتابع الإعلام اللبناني أيضا، وقد وجه تحية إلى إعلامي لبناني ظريف، فمن هو؟ في أخ لبناني المقاطع جميلة جدا،
إذا تعرفه فأبلغه سلامي، لكن أنا ما نسيت اسمه الآن، له مقاطع ساخرة هزلية. عتل على القنوات، على القناة بيطلع برنامج دي إن إيه أظن، نديم قطيس. أيوة صح حسن. طيب بدك إيه يعني ما شاء الله، وصل له الرسالة، قل له إحنا لما نخلص من المعركة كبانين وهيك نروح ندور على مقاطعك يعني نغير فيها جو وتصير فيش داخل يعني. الله يعطيك العافية، بارك الله فيكم، ألف شكر لك، السلام عليكم ورحمة الله. يلا وعليكم السلام ورحمة الله. على مدى ساعة كاملة تحدث الرجل عن تطورات سوريا وموقف لبنان وأهله، أجاب على أسئلة وحذف أخرى، لكنه تحدث عن حرب وجود تجري في حلب، وهي كذلك حرب وجود بين فئتين كل واحدة منها تعتبر النصر حليفها. بعد الإعلان، هيئة عربية للاستثمار في الاتصالات. أهلا بكم من جديد. شركة مجهولة الهوية مرخصة من وزارة الأشغال تفوز بمزايدة تزويد الطائرات بالوقود في المطار. أجرت وزارة الأشغال العامة والنقل مزايدة تزويد الطائرات بالوقود، وقد شارك في المزايدة تحالفان لمجموعة شركات. التحالف الأول وفيه ألفمد قائدا للتحالف، وشركة خدمات النفط والطيران التجارية فاست، وشركة لبنانية لخدمات الطيران الفنية، وشركة توتال لبنان، وشركة جيت للتجارة جيتكو. وفي المقابل كان هناك تحالف بقيادة The Coral Oil Company Limited وشركة منتجات الهيدروكربون هيبكو. رست المزايدة على التحالف الأول الذي يضم الشركات الأربع، ومن بينها شركة فاست المرخصة حديثا. والواضح أن أمرا ما دبره وزير الأشغال غازي زعيتر، إذ وضع بنودا في دفتر الشروط حولها علامات استفهام عدة، ومن أبرزها حيازة الشركة المشاركة ترخيصا من وزارة الأشغال. ولم يبق زعيتر على شرط الخبرة، إذ أجاز للشركات التحالف مع شركات دولية ذات خبرة. إدارة المناقصات وضعت ملاحظات عدة على دفتر الشروط، إلا أن الوزارة لم تلتزمها كاملا. تزامنا مع إعداد دفتر الشروط، كانت شركة فاست المجهولة الملكية تتقدم بطلب إلى وزارة الأشغال للاستحصال على ترخيص، وكان في رد الوزارة إحالة الملف إلى مجلس الوزراء للموافقة، وذلك في 25 آب 2015. إلا أنه في 24 تشرين من ذلك العام قرر الوزير ترخيص لشركة فاست وشركة هيبكو بتأمين وتسويق وقود الطائرات من دون موافقة مجلس الوزراء المسبقة. هذا الترخيص أجاز لشركة فاست المشاركة في المزايدة، وها هي من ضمن الشركات التي فازت، علما أنها مجهولة الملكية وما من معطيات في السجل التجاري عنها. إجراء المناقصة أمام إدارة المناقصات بكل شروطها بكل جد، وما في أي شيء، وأنا مستعد لأي استفسار حول هذا الموضوع، وإدارة المناقصات مستعدة. في محاولة للاتصال بالوزير زعيتر للاستفسار منه عن الشركة، ارتبك الوزير وإليكم كلامه. ألو. مرحبا. أهلا. مع الوزير زعيتر. مين بريده؟ هادي الأمين، معك تلفزيون جديد. تفضل. كيف صحتك؟ ماشي الحال؟ ألو. إيه ما عليك. إيه تفضل. سامعني هلا منيح؟ بدي أسألك بس عن شركة فاست اللي لها علاقة بمزايدة الوقود لحضرتك. المطار هذا ما عندي أنا أي شيء بعمل الموضوع. ما حضرتك عطيها ترخيص مش المطار. إيه ما أنا عطي ترخيص بناء على المطار، ما علي شيء ما أستاذ هادي، ما في عندي أي شيء بسأل مديرية المطار. لأنه ما لناش نقول شيء وتطلع تتقلنا. أقفل الوزير زعيتر الخط في وجهنا، بل أقفله في وجه الرأي العام، لأنه يعلم أن ما في جعبتنا لا يمكن تبريره، وأن مخالفاته المتكررة التي لم نتأخر عن كشفها يوما كشفت الفساد الطاغي على أداء زعيتر وعلى وزارته. وفي شركات، شركتين يمكن بدك تسميه لك، بكرة خلي يسألوا عن أصحابهم بيعرفوا أنه انه بعيد كل البعد عن يعني انه ما انا مركبه على قياس احد. وتبقى علامات الاستفهام برسم الراي العام حول علاقه زعيتر بشركه فاست التي رخص لها.
مجلس وزراء الاتصالات العرب اختتم اجتماعه في أبوظبي قبول اقتراح لبنان إنشاء الهيئة العربية للاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات وإقرار إنشاء المنتدى العربي لإنترنت الأشياء ومقره بيروت. أنهى مجلس وزراء الاتصالات العرب اجتماعاته في إمارة أبوظبي وترأس وفد لبنان وزير الاتصالات بطرس حرب، يرافقه المدير العام للصيانة والاستثمار رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف وعدد من المستشارين. وألقى الوزير بطرس حرب كلمة ضمنها ثلاثة اقتراحات أقرت جميعها في ختام أعمال المجلس. لبنان كان له دور أساسي في هذا المؤتمر، استقدمنا بثلاث اقتراحات وثلاث اقتراحات وقرت من قبل المؤتمر. الاقتراح الأول إنشاء الهيئة العربية للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اللي هي ممكن تساعد الشباب العربي وطبعا ما فيهم الشباب اللبناني على طرح ابتكارات جديدة في عالم الاتصالات والمعلومات، اللي هي ممكن تحول العالم العربي من اللي هو 380 مليون إنسان من سوق استهلاكي لمنتجات الغير إلى سوق بتصدر منتجات فكرية. الشهر الثاني نحن أطلقنا كمان فكرة إنشاء المنتدى العربي لإنترنت الأشياء، لأن نحن قادمين على مرحلة التواصل بين الأشياء، يعني الماشين تو ماشين راح هو يكون السمة الكبرى، وهي أنا بعتبرها ثورة كبيرة في عالم الاتصالات وفي حياة الناس. وهذا اعتبرنا أنه هذا بيطرح علينا تحديات كتير كبيرة، بيستدعي أنه يصير في تشاور حوله، بالإضافة لأنه أثرنا موضوع الرومينج وأسعار الرومينج ووجوب توحيد هذه الأسعار في العالم العربي، بحيث أنه مثل ما صار المجموعة الأوروبية يصير عندنا بالعالم العربي نوحد هذه الأسعار ونخفض هذه الأسعار. ومن ضمن المقررات التي وافق عليها المجلس تحديد مكان انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس وزراء الاتصالات العرب والتي ستعقد في بيروت. آدم شمس الدين، قناة الجديد. أبو فعور يرد على من قال إنه ذهب إلى السعودية مختارا وعاد محتارا ويعلن بشرى للمسنين. في مؤتمر صحفي مخصص للتغطية الاستشفائية للمسنين، علق وزير الصحة العامة وائل أبو فعور على زيارته الأخيرة للسعودية موفدا من النائب وليد جنبلاط للقاء مسؤولين هناك وما رافقها من تكهنات حول أسبابها ونتائجها. مختار أهم شيء عند الوضوح بالمختار. ثانيا بعد شوي إنه ناخذ نفس ونقارب الأمور بهوية، إن شاء الله الأمور توصل لخواتيمها، ولكن ليس هناك ما يدعي إلى هذا الصراع. على الحالة الرئيس بري اعتمد ساعات باعتماد مفهوم الغموض البناء في الأحيان. وبعيدا من الأجواء السياسية الضبابية، فقد بشر أبو فعور المسنين بقرب تطبيق التغطية الاستشفائية الشاملة 100% لكل من تجاوز 64 عاما بدءا من تشرين الأول. يعني ابتداء من الشهر القادم سيكون كل من تجاوز 64 عاما يحظى بتغطية استشفائية كاملة 100% على كل الأعمال الطبية التي تجري في المستشفى. وأعلن أبو فعور أيضا أن وزارة الصحة تعاقدت مع شركتين للتدقيق في الأعمال الطبية في المستشفيات، مشيرا إلى أن آلية التدقيق بدأت تؤتي ثمارها وأن بعض المستشفيات لم يصل إلى سقفه المالي. أصحاب صهاريج المياه يحذرون من أزمة بعد قرار إقفال آبار ارتوازية في المتن. استغرب أصحاب صهاريج نقل المياه إقفال القوى الأمنية لآبار ارتوازية في منطقة المتن بصورة مفاجئة، وذلك بذريعة أنها غير مرخصة، محذرين من وقوع كارثة. نحن بلشوا بتسكير النواعير اليوم الصبح، آخر نعورة تسكرت من حوالي الساعة من هلأ، نحن بهذا الوقت اللي عم نحكي، يعني بعد الأوتيلات ما طلعت صرختها، بعد المطاعم ما طلعت صرختها، بعد المستشفيات ما طلعت صرختها، بغض النظر عن البنايات عن البيوت. نحن شغلتنا كشركات نقل المياه من إلى، يعني نشتري من النعورة منودي للأوتيل أو للإكس مكان، فأي مكان بيحبوا يوجهونا عليه لنقدر نغذي بيروت وضواحيها بالماء نحن حاضرين. نحن بس بنناشد حضرة اللواء وبنناشد كل الناس المعنيين بهذا الموضوع يلتفتوا لشيء اللي يمكن ما هم ملتفتين له، لقصة قطعة الماء، لأنه ما في بديل يقدر يغذي، ضروري نلتفت بأنه نلاقي شيء نقدر نغذي فيه.
بس لأنه بعد شوي هون الصرخة اللي رح تطلع. منتمنى نحن ونتأمل مثل ما قلنا من المعنيين أنه تتعالج قبل ما يتفاقم الوضع أكثر من هيك. إشارة إلى أن عددا من شركات صهاريج المياه التي تنقل المياه إلى بيروت تستفيد من تلك الآبار التي أقفلت اليوم. قطاع النقل البري يعتصم في مختلف المناطق اللبنانية ويهدد بالتصعيد في حال لم تستجب الدولة لمطالبه. رفضاً لأي زيادة على الرسوم المعينة الميكانيكية، نفذ قطاع النقل البري اعتصامات أمام مراكز المعينة الميكانيكية في مختلف المناطق اللبنانية بدءاً من 7 صباحاً وحتى 10. وفي بيروت احتشد ممثلو اتحادات النقل وجموع من سائقي السيارات العمومية والفانات والشاحنات أمام مركز المعينة في الدكواني. مش عم بشوفوا أبداً من قانون السير إلا محاضر الظلم اللي كل يوم بيتغنوا فيها على شاشات التلفزيون وبصفحات الجرائد انه 670 و400 و3000 و6000 محضر ضبط ما بعرف شو. لا، لانه محضر الضبط فيها 45% تقريبا من قيمتها توزع على افراد واشخاص. تدعو قطاع النقل الى اجتماع طارئ نهار الاثنين من اجل تحديد الخطوات اللاحقه التي سنقوم بها. تعديل قانون السير اللي تعدل مفروض يتنفذ بحذافيره. عنا قصة الاتفاقية الثلاثية بين الثلاث دول اللي انعملت من 2002. وشمالا أقفل السائقون العموميون وأصحاب شاحنات النقل الخارجي والنقل البري مداخل مركز المعاينة الميكانيكية ومصلحة تسجيل السيارات في العيرونية قضاء زغرتة. نشكر مجلس شورى الدولة على توقيفه الأمر، ولكن نحن منطلب بإلغوه. واحدة تانية رجوع المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة. وفي الزهران توقفت عشرات الشاحنات والصهاريج وسيارات الأجرة عند مدخل المركز، وقطع المعتصمون الطريق لبعض الوقت. نطالب بإلغاء الصفقة ونطالب بإلغاء العقد مع الشرك الذي تشغل هذه المعاينات على الأراضي اللبنانية. الاعتصامات عمت مختلف المناطق اللبنانية ومن بينها زحلة التي تجمع أمام مركز المعاينة فيها عشرات السائقين العموميين. والمشهد نفسه تكرر في النبطية حيث أوقف المعتصمون شاحناتهم وسياراتهم وتجمهروا أمام مبنى المعاينة الميكانيكية بحضور القوى الأمنية، وأكدوا أنه إذا لم تستجب الدولة لمطالبهم فسيصعدون تحركاتهم ويخيمون أمام مبنى المعاينة الميكانيكية. أهالي القرى المتضررة من مكب إسرار يقطعون الطريق العام في العبودية. دخل السجال في آلية معالجة ملف النفايات المتراكمة على الشاطئ العكاري مرحلة جديدة باعتصام عدد من المواطنين عند مفرق الإقلاعات على الطريق العام بين العبد والعبودية واعتراضهم إحدى الشاحنات التي كانت تقل نفايات لرميها في مكب إسرار. نحن بنقول للرأي العام ولكل الناس ولأهالي عكار يجي يتفرجوا، ما في شيء منظف، الصور بتبين والمي بتكذب الغطاس اللي اذا كلامي ما انه صحيح يجوا هني ويشوفوا شو منظف ويشوفوا وضع المزري للشاطئ. والهيئه موضوع النفايات رجع من نقطه الصفر، بلشنا من البدايه. فنحن لن نسمح كما قلنا منذ سنه، لن نسمح بإذن الله سبحانه وتعالى ولا لكميون ولا لبكاب ولا لأي شيء أبدا. ونبه المعتصمون إلى الأضرار البيئية والصحية والأمراض التي يسببها حرق النفايات الصلبة في مكب إسرار، مؤكدين أنهم مع إنشاء مكبات صحية وآمنة للمواطنين. صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم السفير المصري الجديد في لبنان نزيه النجاري في زيارة تعارف وعرض معه الأوضاع العامة. حذر الرئيس ميشيل سليمان أمام زواره من مغبة الإمعان عن سابق تصور وتصميم في إطاحة الدستور وابتداء أعراف وقواعد لا تمت إلى السيرورة السياسية والاستقلالية للبنان بصلة، ورأى أن من المعيب والمخجل أن يتحول الاستحقاق الرئاسي إلى عدادة أرقام للتعطيل المتعمد، وأكد أن المؤسسة العسكرية تبقى منارة الضوء التي هي محل رهان جميع اللبنانيين، لذلك من غير المسموح به ولا المقبول أن يتجرأ أي كان على إدخال الجيش في حفلة جنون التعطيل.
أمام وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت وفي الجنوب، اعتصم المدرسون المتمرنون في التعليم الأساسي الرسمي للمطالبة بخفض ساعات دوامهم في المدارس الرسمية خلال مدة الدورة التعليمية المطلوبة منهم في كلية التربية. الدورة التدريبية في كلية التربية ترتب علينا أعمالا إضافية موازية لعملنا في المدارس الرسمية، علما أن السيد وزير التربية وخلال تناوله موضوع تدريب الزملاء الناجحين في التعليم الثانوي قبل حوالي الأسبوعين طرح مشكلة الانتقال من المناطق إلى العاصمة بيروت لإجراء هذه الدورة التدريبية، وأكد على ضرورة افتتاح فروع للكلية في مراكز المحافظات. عند دوار كفر رمان النبطية اعتصم أصحاب الكسارات وسائقو الشاحنات والجرافات تنديدا بقرار إقفال الكسارات والمقالع في مناطق العيشية ومرج عيون وكفر حونة وميدون في البقاع الغربي، فيما ظلت كسارات ظهر البيدر تعمل بشكل طبيعي. وطالب المعتصمون وزير الداخلية نهاد المشنوق بالعودة عن قرار إقفال الكسارات والمرامل التي تعد مصدر رزق رئيسا لهم، محذرين من خطوات تصعيدية. طالب أهالي بلدة تمنين البقاعية في اعتصام لهم بتنظيم مخيمات النازحين السوريين العشوائية في البلدة. فينا ننزل نحن على سهلنا، صار في خيم عشوائية موجودة بكل الأراضي والنفايات الموجودة والأضرار الصحة اللي عم بتصير، والعمال لازم ينحط لهم حد، هني عم يشتغلوا بشكل عشوائي، هني قانين سيارات وموتوسيكلات ومش عم فينا نضبطهم، ومنتمنى من البلدية تراقبهم أو من الدولة تراقبهم وتعمل لهم مكان آمن يقعدوا فيه لهم كمان. بعد مشاركتها زملائها في اليوم الدراسي الأول، لم يعرف هؤلاء أن تيا رنو ابنة السنوات الثماني التي توفيت نتيجة خطأ علاجي أن تلك اللحظات التي أمضوها معها كانت لحظات وداع. وفي مشهد مؤثر أطلع المشرف العام في المدرسة نبيل بواب زملائها على ورقة كتبت عليها تيا باللغة الإنجليزية كلماتها الأخيرة قبل مغادرتها المدرسة، تعرب فيها عن فرحها بصفها الجديد الثالث الأساسي وبكتبها وأملها بدراسة الطب مستقبلا. وحول مقعدها الذي علقت عليه صورتها تحلق رفاقها بحضور شقيقيها التوأم ووالدهما ودعوا لها بالرحمة. بعد الإعلان، الكونغرس يبقي قانون مقاضاة السعودية. أهلا بكم من جديد. أسقط الكونغرس الأمريكي فيتو الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأبقى قانون مقاضاة السعودية في هجوم 11 من أيلول، وذلك بعدما كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد رفض فيتو أوباما حول قانون جاستا الذي يتيح مقاضاة السعودية بسبب أحداث 11 من أيلول. وصوت المجلس بالرفض بأغلبية 97 صوتا في مقابل صوت واحد ضد الفيتو، وسيعرض المشروع بعدها على مجلس النواب الذي سيصوت عليه. وإذا أيد ثلثاء أعضاء مجلس النواب التشريع الذي يحمل اسم العدالة ضد رعاة الإرهاب، فسيكون أول رفض لحق النقد الفيتو في خلال حكم أوباما. استمرار العملية العسكرية البرية للجيش السوري في حلب. احتدمت المعارك بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة على جبهات عدة في هجمات برية في مدينة حلب، وذكر مسؤول في الجماعات المسلحة أن الجيش السوري يحتشد استعداداً فيما يبدو لمزيد من الهجمات البرية على مناطق وسط حلب. ودمر سلاح الجو السوري تجمعات وعربات للمسلحين في عدد من المناطق بريف حلب ومقر اجتماع لمتزعمين في جبهة فتح الشام في حي صلاح الدين ومستودعي أسلحة وذخيرة في حلب القديمة، وفق ما أفاد به مصدر عسكري لوكالة سانا السورية. وأشار المصدر إلى أن الطيران دمر مقرين وسبع عربات وثلاث سيارات مزودة رشاشات لجبهة النصرة بريف إدلب. ويأتي ذلك فيما أكد القيادي في المعارضة فارس البلد
بيوش لوكالة رويترز أن دولا أجنبية زودت مقاتلي المعارضة بكميات كبيرة من الرجيمات من نوع جراد لاستخدامها في حلب وحماة والمنطقة، ولفت في المقابل إلى عدم وجود مؤشر إلى أن المعارضة ستحصل على أسلحة مضادة للطائرات كما طلبت. فأمريكا التي عارضت إقامة تركيا أي منطقة لحظر الطيران الجوي كل هذه السنوات لن تمد اليوم المعارضة السورية بسلاح يؤدي إلى النتيجة نفسها. دوتشي فيلي الألمانية مجددا في لبنان في تعاون جديد مع قناة الجديد. في ظل استمرار التعاون بين قناة الجديد والتلفزيون الألماني دولتشي فيلي، قامت هذه المؤسسة الألمانية بتنظيم حلقة نقاش عنوانها البرامج الحوارية بين مبدأ الحياد ومطلب الرأي وواقع الإثارة، بمشاركة الإعلاميين ديما كركي وجو معلوف وزياد نجيم وجعفر عبد الكريم. وبعدما احتدم النقاش كان لابد من السؤال عن أهمية التعاون الإعلامي اللبناني الألماني. صراحة في إفادة بشكل كبير، لأن احتكاكنا بالإعلام اللبناني بيأكد عندنا قناعتنا إن في بالعالم العربي إعلام كتير هادف وكتير متطور وكتير مهني، وفي للأسف إعلام يعني بيلعب على الإثارة، بيلعب على مشاعر المشاهد أكثر من أي شيء، هو تحدي وإثراء يعني بنفس الوقت. فالتحدي نحن نلاقي المؤسسات الجادة زي الجديد نشتغل معها، لكن بنفس الوقت يعني بنستفيد وبنستفيد من خبرتهم بالمنطقة وبنفيدهم بالخبرات اللي عندنا من أوروبا. ما في شيء في انفتاح ما نقيم مضافة، كل شيء في انفتاح في قيمة مضافة للاثنين مش بس لجهة واحدة. شيء مفوتة بالإعلام اللبناني موجود بالإعلام الألماني؟ تقبل الآخر، احترام رأي الآخر، إعطاء الفرصة للآخر للتعبير عن رأيه، الاستماع إلى الآخر، والأهم ربما العقلية تختلف، العقلية اللبنانية العربية تختلف بالظاهر وبالباطن مع العقلية الألمانية، وبالتالي الإفادة دايما في إفادة بالحوار، ودايما في إفادة بأنه نحاول نلقي مساحات مشتركة مع مؤسسات غربية تؤمن بحرية الإنسان وتؤمن بالاعتراف بالآخر إذا كان الآخر مختلف، وتدافع عن حرية الآخر حتى لو كان مختلف، وخصوصا إذا كان مختلف. ولكن أنا بعتقد هالشي بده وقت كتير، لأنه النفسية بلبنان كتير متحجرة. كإعلاميين بلبنان ولو حتى إعلاميين لبنانيين بالخارج، بعتقد المفروض يكون في تعاون أكتر لتصحيح عدة مفاهيم قبل ما نحاول نصلح المجتمع ونطرح مواضيع ونقول نحن بدنا نصلح المجتمع من خلالها. لا، أنا على قناعة اليوم نحن بدنا نصلح داخلنا وحالنا وبعدين منقدم شيء مفيد للمشاهد. وفي هذا الإطار سيجي تصوير حلقة من برنامج شباب توك على دولتشي فيلي لمقدمه جعفر عبد الكريم، يتناول فيه الزواج المدني في لبنان وتحدياته ومشكلاته. تسلم الوزير السابق ورئيس مجموعة فرنسا بانك عدنان القصار جائزة سفير الطاقة لعام 2016 عن فئة الشركات اللبنانية الرائدة في عالم الطاقة والبيئة، وذلك في خلال حفل افتتاح منتدى بيروت الدولي للطاقة 2016 الذي عقد برعاية وزير الطاقة والمياه أرتير نازاريان وفي حضور مسؤولين لبنانيين وعرب. وباسم أسرة فرنسا بانك رأى القصار أن الجائزة هي تتويج لاستراتيجية مجموعة فرنسا بانك الهادفة إلى أن تكون السباقة والرائدة في مجال تمويل الطاقة المستدامة. وسبق ذلك توقيع فرنسا بانك مذكرة تفاهم مع LAU للتعاون في تغير المناخ وخلق وعي بيئي عام، وتمويل فرنسا بانك LAU في مشاريع الطاقة المستدامة. مدينة الميناء في طرابلس تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بإعدادها أكبر عدد من ساندويشات السمك الحرة. سجلت مدينة الميناء في طرابلس أرقاما قياسية جديدة في إعداد ساندويشات السمك الحرة تفوق تلك الواردة في موسوعة جينيس، وذلك في مهرجان الفيحاء للطهو الذي نظمته جمعية قصر الطهاة اللبناني وجمعية الإرشاد القانوني والاجتماعي برعاية بلدية الميناء وبمشاركة مطعم الصياد نخلي في حديقة المدرسة والمعهد الفندقي في الميناء. شارك في إعداد الساندويشات 78 طالبا من الفندقية بإشراف 3 رؤساء طهاط، أعدوا في 25 دقيقة 3160 ساندويشا، في حين أن الرقم العالمي السابق سجل في ألمانيا حيث وفي خلال ساعة واحدة جرى إعداد 700 ساندويش. المهندس حسام الجلدي يتفضل للتكريم.
والآن نبقى مع الجولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح ونبدأها مع النهار. بدأ العد العكسي، شهر الحسم لخيار عون. واشنطن ناقشت ردودا غير دبلوماسية في سوريا وهددت موسكو. الكونغرس أسقط فيتو أوباما على تشريع يتيح مقاضاة السعودية على 11 من أيلول. 600 جندي أمريكي إضافي إلى العراق استعدادا لبدء معركة استعادة الموصل. إلى السفير، بوادر حلف ثلاثي بين بري وجنبلاط وفرنجية. الحريري، البلد سيطير ما لم ننقذه سريعا. واشنطن تصاعد التحدي، عقوبات وأجراد بعيد المدى. عام على عاصفة السخوي، ماذا يعني؟ أمريكا، مقاضاة السعودية يصبح قانونا. ننتقل إلى الأخبار، بري يفركش التسوية. رئاسيات فرنسا القطيعة مع عهد أولاند. في الأنوار، المعارضة النيابية لانتخاب عون ترفع صوتها، والحريري يواصل تحركه. تحقيق لوكالة عالمية من مواقع الجيش اللبناني على الحدود السورية. المعارضة، الغارات على حلب أنهت الحل السياسي. المخابرات الأمريكية تحذر من قراري الكونغرس. في الديار، الحريري ينضج تباعا ترشيح عون، والرئيس الفرنسي سيحضر إلى بيروت. سلة بر المسبقة إذلال لرئيس الجمهورية المنتخب وتقييد لرئيس الحكومة. حركة السفراء تزداد قوة، واجتماع سري بين السفيرين الفرنسي والروسي. باسيل يرقد وراء الحريري. ننتقل إلى صحيفة المستقبل. الحريري في الصيف وبكفية متابعا جولة مشاوراته الوطنية. المرد يخرج من قمقم التعطيل. بان كي مون، حلب أسوأ من مسلخ. أزمة القطاع المصرفي الألماني تهدد أوروبا. والآن ننتقل من المستقبل إلى البناء. اتصال أوباما ببوتين بعد انهيار دفاعات شرق حلب يعيد الخبراء إلى جنيف. انتهى الشخصي في ملف الرئاسة وبدأت المفاوضات على السياسة والحصص. الحريري يواصل مواجهة حلفائه بالسؤال، هل لديكم بديل أفضل من الفراغ؟ في اللواء، بري وفرنجية وجنبلاط بمواجهة عون وجعجع وحزب الله في 31 من تشرين الأول. الخيار الثالث بين الحريري والكتائب والاشتراكي. وزعيم المردة يحذر من 88 جديدة. مشافي حلب تحترق في جحيم الغارات وتنديد دولي بجرائم الحرب. كاري في محادثة ساخنة مع لافروف، وقف الهجوم أو تعليق التعاون. من عناوين البلد، بري يؤجل الرئاسة، فرنجية يصعد، والأنظار على حزب الله. حلب تحت النار وواشنطن تهدد موسكو. العراق يناشد وواشنطن تلبي. في الجمهورية، 8 أذار، الحريري أبلغ عون الموافقة إلى 31 من تشرين الأول. في الحياة، أقر قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب بغالبية 97 صوتا، ووزير الدفاع حذر من الانعكاسات. مجلس الشيوخ يرفض فيتو أوباما، والبيت الأبيض محرج. واشنطن تهدد بتعليق التعاون مع موسكو. إلى الشرق الأوسط، ولي العهد السعودي يزور تركيا بأجندة سياسية واقتصادية. واشنطن تهدد بوقف التعاون مع موسكو. الأسد يستهدف المستشفيات، والمعارضة بانتظار السلاح النوعي. الكونغرس يرد فيتو أوباما ويهدد بفوضى قضائية في أمريكا. وفي الختام نذكر بعناوين هذه النشرة. الحريري بعد لقائه جنبلاط، مين قال زعلانين؟ بري يرجئ انتخاب الرئيس إلى آخر الشهر، وسلته تتقدم الرئاسة. والاشتراكي يرى أن مفهوم السلة قد تغير. إذا اعتبرنا أن مسألة الرئاسة هي قرار إقليمي، لقرأنا
أن حسم هذه المسألة بعيد جدا. القاضي الشرعي في جيش الفتح يوجه سلامه إلى إعلامي لبناني ظريف. يا أخ لبناني لمقاطع جميل جدا، إذا تعرفه فأبلغه سلامي، لكن أنا ما نسيت اسمه الآن. تابعونا لمزيد من الأخبار على موقعنا الجديد دوت تي في، وتابعوا كذلك صفحتنا على فيسبوك الجديد أونلاين وعلى تويتر الجديد نيوز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.